السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا، يا رب الستر والصحة يا رب. أخبارك إيه يا دعاء؟ طيب نبدأ وناخد أول تليفون. أخبارك إيه الأول؟ أنا كويس طيب. الحمد لله. خدي التليفونات. ناخد أم يوسف. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اهلا بيكي. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا يا حبيبه قلبي. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله بخير والله، ربنا يحفظك يا رب، دايما تكون بصحه وعافيه يا رب. نحن وانتم يا رب. اللهم امين. بص حضرتك، انا جوزي، انا يعني انا مش عايزه ان انا نقول ان هو بيشرب كتير ويعني وبيعمل حاجات كتير، بس انا مش قادره ان انا مثلا اتطلق منه عشان اولادي وكده. عندنا جماعتنا احنا لازما لما لو حصل اي حاجه من دي ان انت ما تجيبيش عيالك معاكي وكلام من ده. طب انا بيحطوني في الامر الواقع، طب انا هعمل ايه؟ قلت لهم مثلا ان انا اطلع اشتغل وان انا اصرف على عيالي وكده، ما همش رافضين يا فضيله الشيخ الموالي اللي زي ده. انت متجوزه بقالك كام سنه؟ بقالي 13 سنه. وكل لما كان بيحصل مشاكل بتدخلي اهلك يقولوا لك تعالي لوحدك؟ ايوه، ما بيخلونيش ان انا ناخد اولادي معايا. عندك مخلفه كام؟ 2 بنت وولد. طيب واهل جوزك بقى وضعهم ايه في الحكايه دي؟ ما حدش ليه راي عليه. ما حدش ليه راي ايه؟ عليه. آه يعني هو ما بيسمعش كلام حد؟ لا. وانت ويقول لي انت طول ما انت بتقولي لي مثلا بطل اعمل مش هنبطل، طول ما انت بتقولي لي كده مش هنبطل. طب نعمل ايه؟ يا ام يوسف يعني نعم. معلش، اولا هو انت بتقولي بيشرب صح؟ ايوه. طيب خلينا نرجع قبل الشرب ده، هو اخباره يعني هو هتلاقيه ما بيصليش اصلا صح؟ لا طبعا. فاحنا عندنا مشكله كبيره ان هو اصلا ما بيصليش، وهنيجي في صيام رمضان هتلاقيه ما بيصومش صح؟ لا بيصوم والله. طب كويس، بيروح صلاه الجمعه؟ طيب يبقى احنا عندنا ان الراجل ده فيه ذره من الخير، يعني فيه شويه خير الحمد لله. الراجل بيصلي الجمعه فعارف ربنا اهو بيصلي الجمعه، ان الراجل بيصوم رمضان بفضل الله الحمد لله، لكن عنده شويه مشاكل زي الشرب دي. طب احنا نعمل ايه؟ الزوجه الناصحه لازم تعرف كده ان هي لما تقول لزوجها مره واثنين هو مش متقبل ده، ما ينفعش ان هي خلاص ما تقولوش تاني، ما تنصحوش تاني. امال هعمل ايه؟ ايوه انا عندي سبب تاني اتعلق بيه، وهو الدعاء اللي انا ادعي رب العالمين والله سبحانه وتعالى. والله انا امبارح اجربها امبارح، قلت في عجلي بالي انا بادع عشان بادع عليه. لا بتدعي عليه ازاي؟ انا بدعي له اكني بادع عليه، يعني لما بدعي له اكني بادع عليه بيزيد اكتر. لا 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 اكني بادع عليه. لا 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 لا، ربنا امرنا بالدعاء وخلاص، يعني ربنا قال وقال ربكم ادعوني، فربنا امرنا بالدعاء. ما اقولش ربنا يا رب هو امتى هيبطل بقى، لا مش بتاعتي انا دي، لكن انا ربنا طلب مني انت ادعي وخلاص. طب يا رب امتى بقى النتيجه تتحقق؟ مش بتاعتك انت، امال بتاعت مين؟ بتاع رب العالمين. والله انا بطلب من ربنا بس انا العيشه صعبه، مش رامي الحمل كله عليا والله يا فضيله الشيخ، رامي الحمل يعني طبعا. هو إيه؟ هو بص يا ام يوسف، يعني خلينا نقول بس اولا ان الراجل اللي بيعمل معصيه وبيعمل كبيره من الكبائر بالطريقه دي، الراجل ده لا شك ان هو يعني مش يعني هتقول العيشه صعبه، هو عارف ان هو العيشه صعبه، وفي الاخر بياخد الفلوس دي عشان يضيعها في الحرام. اولا رب العالمين يعني هيساله على ده. يعني حضرتك لما بروح في جامعتنا مثلا طب ادوني اي حاجه، ما برضه ما بردوش يعني قلت لهم طب خلوني ان انا نشتغل ونصرف على عيالي، برضه مش راضيين. يقولوا لنا الناس هتاكل وشنا، قلت لهم انا ماليش دعوه بالناس، انا دعوه بعيالي كاني. طب بصي يعني طب تتكلمي مع اهلك تاني وتقعدي معاهم مره واثنين وثلاثه وتقنعيهم. شفتي الناس بتاعت زمان الجامدين قوي دول استاذه دعاء؟ طب بصي يا ام يوسف حكايه هشتغل، العيشه صعبه، الحياه صعبه، وقضيه اللي انت تبحثي عن حل دلوقتي اللي هو تلاقي مش الا الحل اللي هو الطلاق، لا يعني خلي الطلاق ده في اخر الطريق والطريق يكون بعيد قوي، لكن نفتح كل الابواب، في ابواب هتلاقيها انا عمال افتح. طب كويس، هو مش عاوز ينتبه، اذا كانت قضيه الشرب هو مش عاوز يبطل شرب، فانا هدعي له، انا هدعي له. طب العيشه صعبه وهو بيصرف، احاول بقى ادخل حد بقى، مش انا اللي اتكلم، حد هو اللي يتكلم معاه، بس واحد لما ينصحه ويخوفه من رب العالمين. خلي بالك هو في لحظه ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه الهدايه، ربنا يهديه في لحظه والله العظيم،
بس احنا لما نيجي نخاطب الناس وبنكلم الناس كانهم يعني شياطين عمر ما ربنا هيتوب عليهم ابدا، لا، يتوب عليه في لحظه، يصلحه الله عز وجل في لحظه. انت ما عليك الا الدعاء واصبري، وعمر الطلاق ما كان حل، بل بالعكس ما بعد الطلاق هو اصعب مما قبل الطلاق، لانك انت هتطلعي باولادك وتبداي تجابهي الحياه ويبقى في مخاطر كبيره جدا ومش هتقدري عليها ام يوسف، وهتقولي يا ليت، لكن يعني خلاص بقى لا تحين مندم يعني زي ما بيقولوا. فانت اصبري وعليك بالدعاء، وشوفي حد من الصالحين يبدا ما يتكلم معاه، ما يقولوش يا ابني وبيتك وبتاع، يخوفه ويقول له في رب وفي موت وفي جنه وفي نار وفي قبر وربنا هيسالك عليه. واحده واحده ان شاء الله ربنا يهدي، ان شاء الله ربنا يهدي. احنا معانا مروه. اهلا يا مروه. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. استاذنك اكلم الشيخ احمد؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، انا متجوزه بقالي شهر. شهر عروسه يعني المفروض يا مروه. مال صوتك بقى؟ الحمد لله ربنا مرضيني بكل حاجه. ربنا مرضيني بدوك محترم جدا فوق ما انتوا تتخيلوا. طب ما شاء الله، قولي الحمد لله. وانا وربنا مرضيني، انا حملت من اول يوم جواز. بس انا عملت حاجات كتير في حياتي وحشه، ما انا ما استاهلش ان ربنا يعمل معايا كده، يعني ما استاهلش ان انا اشوف اي حاجه كويسه اصلا. طيب انت الحاجات الوحشه دي استغفرتي وتوبتي عنها؟ انا استغفرت وتوبت عنها، بس برضه ما بصليش. يعني انا باذن الله انا عارفه ان انا هيجي عليا وقت هصلي، بس انا ربنا منع عليا الحاجات انا فعلا ما استاهلهاش. طيب بصي يا مروه، انت يعني انت دلوقتي ابويا وامي وعملت حاجات كتير غلط وخدت حاجات مش بتاعتي وانا مش عارفه اعمل ايه. استغفرتي من غير ما تقعديش تقولي الحاجات الغلط اللي عملتيها، استغفرتي وتوبتي عنها؟ توبت عنها. عملتيها تاني؟ خالص الحمد لله. حتى يعني كل ما بقرب منها بقول لا ربنا موجود، ربنا شايفني. برافو عليك. بس بقرب وببعد. طيب احنا دلوقتي كده عندنا نقطتين، النقطة الأولى إن أنت عملتي حاجات غلط واستغفرتي وتوبتي عنها ووقفتيها خالص، صح كده؟ صح. النقطة التانية إن ربنا كرمك وأنت دلوقتي حاسة إن أنت مقصرة في حق ربنا اللي إداكي كل حاجة حلوة، وأنت عايزة تشكريه وعايزة تصلي وعايزة تشجعي نفسك على إنك أنت تبقي إيه يعني طائعة لله كده، صح كده؟ بالظبط كده. طيب الشيخ احمد بقى هيجاوبك يا حبيبه قلبي. يا مروه شوفي يا مروه، اول حاجه ربنا ربنا يبارك لك يا رب، والف مبروك وربنا يتمم عليكم بخير، وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. امين. والزواج نعمه كبيره جدا من نعم رب العالمين، يجب ان انا احافظ عليها بشكر المنعم سبحانه وتعالى. واول حاجه من شكر المنعم ان انا اتوب عما مضى من الذنوب. يا رب انا تبت، يا رب أنا أستغفرك وأتوب إليك. عندنا من شروط التوبة العلماء يقولوا لنا اللي هو أول حاجة اللي أنت تقلع عن الذنب وأنت بتقولي الحمد لله ما بقتش أعملها، اللهم لك الحمد. الحاجة الثانية اللي هو الندم، وأنت ندمانة وفي صوتك دلوقتي بيقول الحمد لله ده أنا ندمانة. طيب أنا عندي آية مهمة جدا، والآية دي من أجمل الآيات اللي في القرآن الكريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. للدرجة دي؟ طبعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن مش بس كده ربنا هيغفر وخلاص، لكن وأنيبوا إلى ربكم. يبقى أنا الحمد لله ربنا أكرمني عشان أشكر، أشوف الحاجة الطاعة اللي ربنا فرضها عليا وأنا ما بعملهاش أعملها على طول. طب أنت كنت بتعملي ذنوب، بس خلي بالك أنت لسه ماشية في ذنوب وأنت مش واخدة بالك، اللي هو إيه؟ عدم الصلاة. عدم الصلاة ده كبيرة من الكبائر. الصلاة دي هي اللي دخلني الجنة، وعدم الصلاة هو اللي يوديني الناحية التانية النار والعياذ بالله. فحافظي على نفسك وحافظي على زوجك، وانت لك رب كريم غفور رحيم سبحانه وتعالى، وانت بتسمعينا دلوقتي قولي اللهم لك تبت وإليك أنبت واستغفر ربك وقومي على الفور. الشيطان بيمسكك على الفور دلوقتي، سيبينا خالص دلوقتي دلوقتي، وقومي توضي وصلي ركعتين توبة لله تبارك وتعالى. والنهاردة ما صليتيش الصبح، صلي الصبح وصلي الظهر وحافظي على الصلوات، وإن شاء الله ربنا هيكرمك ويتوب عليك يا رب إن شاء الله. أم النور أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا أستاذة دعاء، عاملة ايه؟ أهلا يا حبيبة قلبي، اتفضلي. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ أحمد؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخ أحمد، أنا برضك نفس الحوار، برضك جوزي بيشرب برضك ومضايقني في حياتي، المخدرات مجنني يا شيخ احمد، متعباني خالص في حياتي، وعندي ثلاث اولاد،
ومش شايل مسؤولية عيالي خالص، يعني هو مش شايل، أهم حاجة عنده الشرب، وهو باخد مصروفي شهري بس، يعني إيه حاطط المصروف ده يا شيخ كل حاجة، لو درس العيل لا هو طلع الدرس، هو شغال تاني يعني شغلانة تاني بالليل، واخدها لنفسه المخدرات. أقول له طب بص لعيالك، بص لعيالك التلاتة، عنده بنت كبيرة عندها 17 سنة سن المراهقة، كل حاجة أنا شايلها لوحدي، وفي نفس الوقت البنت بتاعت سن المراهقة دي مجنناني وتعباني، وعلى طول برضك ما بتسمعش كلام وعنادية، اقول لها مثلا ده غلط وده صح، ما بدك ما تمشيش على كلامي، ابص لها عملت الغلط تاني. بالنسبه لبنتك معلش انت عارفه هو السن ده صعب جدا، بس يا استاذه دعاء انا تعبت، حاولي تصاحبيها كده، مش البيت حاسه ان البيت عندي في الكرب وعايزه امشي، عايزه اطلع من اي حته ما تسمعش كلامي خالص، تروح مثلا تشتغل تقف في الشغل يحصل مشكله تمشي، تروح المدرسه تعمل مشكله تكسر الموبايل بتاعها في الحمام وتيجي تفضل الموبايل بتاعي ضاع، بتعمل حاجات ده تضايقني. اقول لها يا بنتي بتعملي ليه كده؟ انا كانت مخطوبه قبل كده وانا ما كنتش حابه الخطوبه دي، برضك ابوها هو اللي جوزها، انا عندي التعليم احسن من الخطوبات ولا الجواز دلوقتي، هي عندها 17 سنه لسه بالنسبه لي عيله. ايوه طبعا. وعملت اللي على مزاجها برضك وقلت امشيها الخطوبه دي، ما حصلش نصيب من ساعتها وهي في حاله اكتئاب. على طول لا مش هعمل لك حاجه، ممكن تدعي عليا كمان يا دكتوره. اقول لها طب ليه بتعملي معايا كده؟ ليه بتدعي عليا يا بنتي؟ ده نمك. بصي يا انا عايزاكي الحاجه الحلوه، بصي التعليم. بصي يا حبيبه قلبي، بالنسبه للبنت وسن المراهقه انت ما ينفعش يبقى طول الوقت بتديها اوامر وده صح وده غلط، هتبعد عنك زي ما حصل كده. طب انا عايزاها خايفه عليك بالحب كده، بالحب بالحب بالراحه بالحب بالذكاء. والله عملت كتير بس انا بخاف اللي هي بتعمله في الشارع، خايفه يعني بتعمل حاجات غلط تقعد تقول لي انت عندك حق، انت بتفكري بقلب الام، لكن حاولي انك انت تصاحبيها اكتر، تديها الامان انها تحكي لك وما تروحيش تضاها كده وتقولي لها غلط وصح، يعني كانك صاحبتها بالحب كده وبالذكاء واحده واحده، وادعي لها. والشيخ احمد طبعا هيقول لك برده تعملي معاه ايه، ومع جوزك بقى ربنا يهديه. لا يعني طيب انا يعني كل بص يا منور، يعني هو منور يا منور ربنا هي مالها مش طايقاه. ايوه طيب بص يا منور، يعني اولا انا بشوفه بحس في سواد، في سواد قدامي لما بشوفه كده. ربنا يهديه يا حبيبه قلبي، ربنا يهديه. انا تعبانه قوي ومخنوقه، مخنوقه بكلمكم على الهوا، انا متضايقه فعلا بالله. اوعي بس الشيطان، اوعي بقى الشيطان يدخل لك بس زي ما قلتي في اول المكالمه واسيب لهم البيت انت لو سبتي البيت الحياه هتتطربق اكتر مش هتتعدل، اوعي تعملي كده عشان ولادك. عايزه امشي، عايزه اروح، انت مخنوقه. هتروحي فين طيب؟ انت هتروحي فين؟ عندي قضيت ابويا هناك برضه. طب يا منور، لما انت تسيبي البيت، لما انت تسيبي البيت وتمشي، هل الحياه ممكن تستقيم؟ ممكن تستريحي؟ ولادك هيضيعوا. انا بقى بنتي كده بتضايق. طب ليه ما تحطيش نفسك في اللي انت فيه جهاد عظيم جدا جدا، ورب العالمين وضعك في القالب ده عشان يشوف صبرك سبحانه وتعالى ويختبر صبرك. ورب العالمين بيقول احاسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، هم فاكرين يعني الحياه تبقى كده سهله يعني؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. احنا عندنا آية في القرآن الكريم لو دعيتي بيها كتير جدا في كل سجدة وفي كل وقت وفي كل حين ربنا ان شاء الله يستجيب ليك. قولي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام. بدل ما تشتكي حاولي بقدر الإمكان اللي انت تشوفي ايه القصور اللي موجود في حياتك وتبدأي تصلحيه، تبدأي تجبري القصور ده بالطاعة. شوفي ايه المشكلة، ممكن يكون في معصية، ممكن يكون في فرائض مش مكتملة، وادعي رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين هو الذي خلقك، ورب العالمين هو الذي رزقك، ورب العالمين هو الذي يراك، لكن في النهاية انت في جهاد عظيم، حاولي بقدر الامكان اللي انت تصمدي، لازم تكوني ثابتة في اوقات المحن والابتلاءات دي، ورب العالمين هيعوضك خير ان شاء الله. ادعي لبنتك واولادك وجوزك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. معانا تليفون، مالك؟ أهلا بيك، مالك سمعني؟ أم أنس أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ليك أسئلة؟ اتفضلي يا حبيبتي. الله يخليك، بس علي صوتك، علي صوتك. ما نسمعك. ماشي، اهلا بيك يا حبيبه قلبي، اتفضلي سؤالك بس علي الصوت شوي. حاضر. دلوقتي انا متجوزه من حوالي 4 سنين. لا مش فاهمين بتقولي ايه، يعني بصي علي صوتك واتكلمي بوضوح كده، وضحي الكلام، اتكلمي بالراحه وعلي صوتك. حاضر. بقول لك انا متجوزه من 4 سنين. متجوزه من 4 سنين؟ أهل جوزي يعني في فترة الخطوبة كانوا كويسين، كنت شايفة فيهم إن هم كويسين ومتقدمين في الدنيا،
بتقولي كانوا ثانية واحدة، بتقولي كانوا كويسين في فترة الخطوبة أهل جوزك معاكي صح؟ وهو برضه وهو جدا يعني ما كنتش شايفة منهم حاجة وحشة، بالعكس كنت شايفة إنهم أحسن من نفسي. جيت لما اتجوزت ابتديت كانوا كويسين، هو كمان كان كويس معاكي وكنت شايفة إن هو كويس جدا، بعد الجواز حصل إيه؟ بس وضحي الكلام. حصل إن هو بيقعد معاها بيسمع لكلامهم كتير. حصل إن هو بيعمل إيه؟ بيسمع لكلامهم. بيسمع كلامهم؟ ويعني دايما طول ما هم قاعدين طب هو بصي هو الكلام مش واضح، بس يعني احنا فهمنا الشكوى كده ان انت كنت قبل ما تتجوزي شايفاهم كويسين، وبعد الجواز هو بقى بيسمع كلام اهله وانت يعني عايشه ايه في مشاكل تقريبا. هو نفس المشكله يعني المشكلة يعني هي مشكله متكرره في كل الحلقات قديمه حديثه، يعني هي تحتاج بس يا اخوانا الى توعيه. يعني احنا الاسر عامه سواء الاسر المصريه او غير مصريه هي تحتاج الى توعيه، تحتاج الى ثقافه، تحتاج اللي احنا نعرف واحنا بنتجوز احنا في النهايه ده ميثاق غليظ، ميثاق غليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، فينفعش اللي انا هدمه بسهوله كده، لان الذي سيتصدى لي ويقف امامي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ومش بس كده، الست هتاخد برقبه جوزها كده وتقول له يا رب خد لي حقي، خد لي حقي. وسيدنا ابن مسعود كما في الروايه وتلا قول الله جل وعلا فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون كما في مسند إمام أحمد. فإحنا محتاجين اللي إحنا ننتبه للمسألة دي. ممكن الواحد يعلوه الغضب والواحد يبقى حزين والواحد، لكن في النهاية صالح مراتك، كلنا بنقع في المشاكل دي ونستحمل بعض. يعني ليس الغبي بسيد في قومه، هي قضية التغافل دي مهمة جدا، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه من يتغابى. والتغافل خلق عظيم جدا على فكرة، دليله في القرآن الكريم سورة التحريم، عرف بعضه وإيه وأعرض عن بعض. ما أنا مش هقف على كل واحدة، لو وقفت على واحدة هتبقى مصيبة، البيوت هتتهد. لكن أعمل إيه؟ أطنش. طنش ليه؟ عشان ربنا يسعدني. طيب معانا إيمان، أهلا وسهلا. عليكم السلام. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ عن السؤال ما بيننا وجوزي كده. اتفضلي. لا بصي دلوقتي يا حضره الشيخ، كان جوزي حلف عليا ان ما اخدش فلوس من اللي في البيت، وانا كنت محتاجه الفلوس دي. وطي التلفزيون عشان نسمعك وقولي السؤال على بعضه. بتقولي جوزك حلف عليكي ايه؟ اني ما اخدش، حلف عليا بالطلاق اني ما اخدش فلوس من اللي في البيت. هو بيحط فلوس في البيت فحلف عليكي ما تاخديش منها. ماشي. وبعدين انا كنت محتاجه الفلوس فاخدت منها فلوس. تمام. وبعدين كده انا بقيت طالق وقال لي انت طالق. اما رجع قلت له انا خدت فلوس؟ هو عارف ان انا خدت فلوس، قلت له انا خدت فلوس. تمام. قال لك انت كده طالق صح؟ قال لي انت طالق، وبعدين قال لامي بنتك طالق. وبعدين راح ثاني يوم ردني. ردك فين؟ مع نفسه عند الشيخ. عند الشيخ؟ وبعدين؟ فانا دلوقتي مش عارفه انا كده طالق ولا بقيت مراته ولا مش عارفه حياتنا واصله ما بيننا لايه بالظبط. طب زوجك فين؟ زوجك جنبك ولا فين؟ هو مش هنا. طب ممكن بعد اذنك لما يجي تقولي له انا كلمت الشيخ والشيخ قال، ممكن تطلعوا على لجنه الفتوى بالازهر؟ في الجامع الازهر؟ هنا جنبنا شيوخ كتير ومأذون من المأذين اللي بيتجوز. ماليش علاقه بالمأذين. بقول له تعالى معايا وما هوش راضي. ماليش علاقه بالمأذين وماليش علاقه بحاجه، انا ليه علاقه ان هو يطلع على لجنه الفتوى بالازهر او دار الافتاء المصريه. ممكن؟ ممكن. بس احنا الطلاق ده ما ناخدوش الا من الجهتين دول. لا تاخديها مني ولا من غيري. من لجنه الفتوى بالازهر دار الافتاء المصريه. لان هو قضيه بنتك طالق دي هو ما كانش ممكن ما يكونش بيطلق، هو يكون فاهم ان هو انت كده اتطلقتي فعاوز يقول لها ما كده بنتك طالق، وانت تفهمي ان هو بيقول لك ده انت روحي وانت طالق. لكن المساله ممكن يعني لازم هو لازم اسمع منه. وبعدين عليا الطلاق ما انت واخده منها، ممكن يكون قال كده، وممكن يكون ده لو قال بالطريقه دي هتبقى يمين ملهاش علاقه بالطلاق اصلا. وعايزين بقى كلمه لكل زوج ما يقعدش يحلف على مراته بالطلاق، ما يدخلش طلاق في اي حاجه كده. يعني هو ما تحلف على مراتك باي حاجه تانية. يعني احلف قول لها اي حاجه، قول لها خليك راجل كده، قول لها ما تاخديش، وانت لو اخدت فلوس انا هعمل وسائل، قول لها كده مثلا يعني على سبيل المثال. لكن ليه تحلف بالطلاق؟ اولا لا يجوز اصلا الحلف بالطلاق،
الكثرة الحالف بالطلاق دي يمين الفساق، يعني انت في عند الفقهاء المصطلح بتاعك كده بتوصف كده ان انت من الفاسقين. فبلاش يعني ليه تعرض مراتك للكلام ده اصلا. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وأنا كنت بتكلم مع واحدة صاحبتي وجت سيرة كده إيه التبرعات الصدقات قوافل الخير، فأنا استغربت ليه، لقيتها بتقول إن كل علاقتها بالإنفاق هو الزكاة وبس، هي ما تعودتش على أي عمل خير تاني خالص ليه علاقة بالفلوس. طبعا أنا بصراحة اتخضيت، يعني اتخذت كده شوية وبعدين إيه قلت طيب يعني هي بتعمل الفرض وبس اللي هو الزكاة، ماشي حلو قوي انها بتعمل الفرض بس، السنة النوافل اللي هي زي الصدقة بقى بالنسبة للزكاة يعني مش بتعملها. طب يعني هل ده صح؟ برحب طبعا مرة تانية بيك يا شيخ احمد وبسألك، هل ده صح ان الواحد يطلع الزكاة بس؟ غلط غلط كبير جدا. ليه بقى؟ لان احنا عندنا يا استاذة دعاء زي الصلاة بالظبط، الصلاة بالظبط رب العالمين يجي يقول كده شوفوا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة اللي هو قضية الإيه؟ الصلاة. طب لو ناقصة هيعمل إيه؟ هيجبرها بالنوافل. طب ما فيش نوافل ضيع نفسه صح؟ آه. كذلك الأمر في الزكوات، ناقصة طب ضيع نفسه ليه؟ لأن ما فيش نوافل، فالنوافل دي ما هي إلا جبر. إحنا بنجبر يا أخوانا، بنجبر الفرائض بتاعتنا. احنا كتير من الناس فاكر ان هو انا خلاص زكاه ومحدش يتكلم تاني. رب العالمين قال قولي العفو، العفو اللي هو الزائد الفائض. الصحابه الكرام ده رب العالمين كان بيمشي بالتدريج كده مع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن الفائض تتصدق بيه لدرجه ان هو مش بس الفائض بس، وصل بيهم الامر ان هم كانوا بيتصدقوا بنصف اموالهم كما حدث مع سيدنا عمر، وصل بهم الأمر إن هم كانوا بيتصدقوا بكل أموالهم لدرجة سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاءه 100,000 دينار في ليلة من تجارته. 100,000 دينار يا أخوانا، 100,000 دينار يعني كام يا أستاذة دعاء؟ 100,000 دينار 425,000 جرام من الذهب الخالص، نص مليون تقريبا يعني جرام من الذهب الخالص. ده غني ده ولا مش غني؟ بأرقام صح كده؟ ومع ذلك قال لها لا 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 استنى احنا مش على بعضي، هنعمل ايه؟ قالت له قسمها في الفقراء والمساكين. بتقول له ما لا المال كتير قوي، فنعمل ايه؟ قسمها في الفقراء والمساكين، ودي دي من اهل المدينه والانصار والمهاجرين وبتاع. قبل الفجر قال لها ما تجيبي بقى لقمه ناكلها، احنا تعبنا قوي النهارده. قالت له والله لو ذكرتني ده انا ما عنديش اي حاجه في البيت. ما سابوش لنفسهم حاجه. مفيش. مالك بن دينار يا أخوانا رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، جاءه سائل في يوم من الأيام. السائل ده أعطني مما أعطاك الله. قال لمراته طيب شوفي التمر اللي عندنا في السلة ده. فراح وراح مديله نص الإيه؟ نص السلة. فمراته قالت له الله أكبر، أنت فعلا اللي تقال عليك زاهد. أنا؟ قالت له آه، بس أنا عاوز أقول لك حاجة، هو ينفع اللي إحنا ندي للملك هدية فيها كسر وبتاع وتمر أي كلام كده؟ ولا تمر يكون كويس وحلو؟ فقال لها تصدقي صدقتي. وبعدين راح قال لها نادي للسائل. جه السائل قال لها هات بقيتي السله دي، خد سله كلها. اداله كله بقى. فقالت له ايوه كده. قال لها انت عارفه انت اجتهدي ثم اجتهدي، لان الله تبارك وتعالى يقول، نفهم ده كويس جدا، يوم القيامه نسال الله نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء، خذوه فغلوه عافينا يا رب، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. عافينا يا رب. فبتقول له ليه الشدة دي؟ عملوا ليه؟ قال لا عشان حاجتين اتنين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم التانية ولا يحض على طعام المسكين. قالت له هو بقى بيقول لها اجتهدي ثم اجتهدي، فأما الأولى فقد أعتقنا أنفسنا بالإيمان وبقي النصف الآخر فكان لابد أن نعتقها بالإيه؟ بالصدقة. ربنا يقدرنا ويتقبل منا جميعا، ونشوف تقرير ومؤسسة فذكر ونرجع له. بنحاول في كل مرة بنكون صادقين مع حضراتكم في اللي بنظهره، يعني جينا مرة قبل كده هنا في حدائق أكتوبر في قصة الحاج حمادة الأصيل،
هو راجل اصيل في كل حاجه، كان ليه متطلبات كتير، فمؤسسه فذكر قررت اللي تخفف عن المعاناه اللي حضراتكم كنت شفتوها قبل كده معاه. في جزء من النهارده حضراتكم هتشوفوه في تقريرنا، هنكون بنقدم الكفاله الشهريه للحاج حماده وغيره، الحاجه فاطمه هتكون في منطقه المرج برضو، وده هنحاول نظهره لحضراتكم. بس في كل مره بنظهر اللي احنا بنعمله عشان المصداقيه، عشان كل واحد تواصل مع مؤسسه فذكر وقال انا عايز اشارك معاكم في الخير اللي بتعملوه، بنظهر لحضراتكم كل واحد بيشترك معنا في الخير ومنهم الحالات دي. بس خلينا ناكد في البدايه ان كل واحد بيحاول يساعد او يشترك معنا في حالات كتير قوي، فمحتاجين مساعدات اكتر وتعاون اكتر، عشان الفتره اللي جايه دي محتاجين نظهر كتير ونساعد كتير. ده اللي هنشوفه مع بعض. فانا عاوز بس يعني اهل الخير ربنا يا رب يبارك فيه في كل بني ادم بيعمل خير، اللي يحس بيا بس يحس بيا ويشوف الظروف اللي انا فيها كده. اكيد حضراتكم افتكرتوا عم حماده الاصيل، الراجل الاصيل اللي احنا عمرنا ما ننساه، وعشان كده مؤسسه فذكر زي ما قلت لحضراتكم في البدايه اللي احنا محتاجين نربطه معانا، نربطه بمعنى اللي كل شهر باذن الله هيبقى ليه كفاله شهريه. اهل الخير مع مؤسسه فذكر هيبقوا على طول مع عم حمادة. بس خلينا نفتكر برضو معاه، انت دلوقتي عامل ايه؟ انا احمد ربنا واتمنى من الله ان يعني ربنا يخليكم لينا ويعني يجعلكم كده مصدر رزق للظروف اللي انا فيها انا واختي اللي انا قاعد معاها، والله ربنا يبارك لها يعني، ومنيت حياتي بس في مشروع كده يعني يساعدني في الحياة شوية. زي ايه طيب؟ ايه اللي تعرف يعني تعمله عم حمادة؟ يعني ممكن اختي تقعد مثلا لو حاجات بقالة، حاجات تبيع وتشتري عادي يعني لو ربنا كرامها يعني، فده يبقى ده خير من عند ربنا يعني. والله من اجمل الحاجات يعني، هو مش عايز يعتمد على الكفالة اللي جاية له بس يعني، محتاج يبقى ليه مصدر دخل، حاجة تساعده هو وأخته. وعلى فكرة لما جينا النهاردة مع أختين ما شاء الله ربنا يخليهم، هما الاتنين الأخت الكبيرة اللي احنا شفناها معاه أرملة وبتربي أيتام، فسبحان الخلاق يعني، هو ربنا يعينهم على اللي هما فيه ويقويهم، لكن مش بالدعاء بس، احنا محتاجين عمل ومحتاجين زي ما ربنا قدرنا. وفي من حضراتكم ناس كريمة وبيحبوا الخير وقالوا عايزين نشترك معاكم مع عم حمادة نعمل له كفالة، محتاجين اهل الخير اكتر اللي احنا نشوف له المشروع اللي هو بيقول عليه. هو مش مشروع، هو حاجة زي البقالة يعني، البقالة ديت هتساعد يعني، لو كسبوا في اليوم او اخر اليوم روحوا بخمسين 100 جنيه هتبقى حاجة مفيدة. رضا من عند ربنا والله، واجار الشقة كمان هو اللي يعني ضلعنا اكتر، عشان كده هي الظروف هي اللي زنقه معانا شويه. الايجار كام يا محمد؟ 1500. والميه والكهرباء؟ غير الميه والكهرباء والحاجات دي والله يعني، والحمد لله يعني برضو في ناس يعني ساعات بتساعد وناس يعني ربنا يعني بتمنى من الله ان اهل الخير يقفوا جنبي، لان انا مش عاوز ابقى قاعد يعني حزين يعني، انا عاوز ابقى كده مني كده بدعم من ربنا كل شويه ان ربنا هو اللي يقف جنبي بعد طبعا الناس الطيبين والناس المحترمين. وكتر الف خيركم والله، يعني انتوا برضو جاي الكليه ديت بتديني طاقه ان انا تبقى الحياه حلوه، ويعني ببقى سعيد جدا ان انا ربنا يعني حاسس ان ربنا هيكرمني والله والله يعني. الواحد ساعات يكبر كده ييأس من الحياه، بس معاكم انا حسيت ان انا عشت حياه ثانيه. اللهم لك الحمد والله العظيم، الحمد لله. لا ما احنا جايين بقى كده النهارده عشان تضحك. لا مش عايزين ولا والله، انا اصل الفرحه دي من عند ربنا والله. الحمد لله. لا ده انت راجل اصيل وربنا حاسس بيك وهو اللي بعتنا ليك. الحمد لله ربنا هو اللي بيألف قلوبنا. ربنا والله والله وربنا يخلي بص بقى، انت خليت اخواتك البنات يعيطوا ازاي؟ والله يا اصل هم اللي شايلين لي والله.
طب قول محمد احنا الحمد لله الحمد لله. بس انا اسف ان انا عيطت بس ما اقصدش انا بس انت راجل جميل واصيل. هي فرحه والله والله العيط ده فرحه ان ربنا كبير وما بينساش يعني الناس اللي هي يعني اهل الخير دول ان شاء الله ان شاء الله. انا حاسس ان ربنا هيحسوا بيا ويحسوا باخواتي وبالظروف اللي انا فيها يعني لان بجد بجد مشكلتي في الحياه ان هي الضغط بقى جامد. بس يعني لو المشروع ده اتعمل اختي برضه هتساعدني هنقدر نعيش كده ايه حياه برضه هاديه شويه. انما كل ما الاسعار والحاجات دي برضه مخليانا ايه غصب عننا الضغط جامد علينا شويه. وربنا يكرمنا يا رب ربنا يكرمنا. طيب احنا عايزين بقى عشان الدموع دي تتشال عايزين دعوه منك حلوه كده لكل اهل الخير اللي اشتركوا وقالوا يا محمد يبقى ليك فعله شهريه يا رب. ودي يا دي ربنا هو اللي بعتها لك يا حبيبي. والله انا بشكر اهل الخير الطيبين وكل اللي مني يسعى في الخير ربنا هيجازيه وربنا يبارك فيكم كلكم يا رب وكتر الف خيرهم كتر الف خيرهم مليون مره. لان انا مهما اتكلم اللي جوه قلبي وفرحتي وصل لنا والله وصل يعني انا فرحان جدا جدا والله. يعني ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يبارك فيك يا رب. خلاص لا 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 ما تطلعش حاجه ما تطلعش حاجه بص خليها. حاضر يا حبيبي قلت بس عشان هتبقى كده حطها هنا يا حبيبي. حاضر دي كفاله شهريه زي ما حضراتكم طلبتوا والحمد لله في مؤسسه فذكر القائمين عليها قرروا اللي عم حماده هتبقى من ضمن اولوياتنا ومن ضمن الحالات اللي موجوده في المؤسسه اللي هي كفاله شهريه. الدموع اللي احنا شايفينها مع عم حماده النهارده الحمد لله هي والله لنا دموع فرح والله دموع فرح احنا حسينا دموع فرح بس طلباته بسيطه وحياته ابسط وهو واخواته البنات مش عارف مش حابين ولا عايزين نجيبهم قدام الكاميرا بس تشوفوا الدموع وهي نازله واحنا بنصور معاه. بس كل اللي احنا محتاجينه الراجل ده ما نسيبوش. الراجل ده زي ما حضراتكم شفتوه وتفاعلتوا معاه وتاثرتوا بيه محتاجين نكمل معاه عشان اللي ربنا بيجعلنا كلنا في مساعده بعض. ربنا خلقنا كلنا نكون واقفين مع بعض. تخيل الحاجه البسيطه اللي انت ساعدت بيها او شاركت بيها الراجل ده هتكون عند ربنا قد ايه هتحل وتساعد في امور حياتك قد ايه. وده اللي احنا بنحاول نعمله كل ما نمشي في طريق خير ربنا بيفتح لنا وربنا بيكرمنا اكتر. عشان كده مكملين مع محمد موضوع رجله ان شاء الله هو طمنا عليه هو ماشي فيه دلوقتي ومستني الدكاتره هيقولوا له ايه او مستني الدكاتره هيقولوا النتيجه النهائيه عشان برضو الطرف الصناعي اللي هو محتاجه باذن الله باذن الله في مؤسسه فذكر ومساعده اهل الخير هنقدر نجيب له الطرف الصناعي عشان يقف على رجله ويمارس حياته الطبيعيه. واستنونا هنشوف الحاجه فاطمه برضو هنكمل الف 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 شركه ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك. من فترة قليلة وعرضنا القصة بتاعتنا وقلنا إن شاء الله مؤسسة فذكر وأهل الخير مش هتسيبوها وده اللي حصل. كتير من أهل الكرم والخير تواصلوا معانا وقالوا إحنا محتاجين نشارك معاكم مؤسسة فذكر هتعمل إيه. فلقينا أحسن حاجة وأنسب حل للحاجة فاطمة عشان ظروف مرضها والحياة اليومية والمعيشية الصعبة اللي هي بتعيشها كفالة شهرية من مؤسسة فذكر بالتعاون مع أهل الخير. الكفالة الشهرية دي مساعدة أو جزء من احتياجاتها. طبعا علاجها مكلف ومتعب ومحتاجه تغذيه. الحاجه الصعبه اللي انا ما كنتش حابب اقولها ان الموضوع اتاخر حبتين ومحتاجه دعم كتير مش محتاجين نوضح اكتر من كده. لكن احنا جايين النهارده عشان كل اللي بيشوفنا دلوقتي محتاج من حضراتكم دعوه كويسه للحاجه فاطمه بجانب الدعاء اللي ربنا يشفيها ويخفف عليها ويقويها ويخليها عشان خاطر عيالها. محتاجين مساعدة أكتر محتاجين دعم أكتر محتاجين كلنا نقف معاها. والنهاردة مش هنطول عليها لكن حابين كل اللي تواصل مع مؤسسة فذكر ومحتاج يساعد معانا في الكفالة الشهرية بنوري حضراتكم إن الحاجة راحت في مكانها
يا حاجة فاطمة، ده مؤسسة فذكر وأهل الخير بعتلك كفالة شهرية بإذن الله، وهكون عندك كل شهر يا رب. تفوشر المرض يا رب، ما حد يتلم في الدقة دي أبدا أبدا يا رب. يا رب يخفف عنك يا رب، يخفف عني يا رب عشان خاطر إيه؟ هيخفف عنك، هيخفف عنك. تعبان أول يمن ده الأول تعبان. أنا عارف الموضوع زاد شوية، بس ربنا كبير وربنا هيقويكي ويعافيكي. انا مش عايزك تعيطي، انا مش عايزك تعيطي. انا 3 سنين بقاوم، ودولة ابو الجمل ده الكم واحد. معلش قومي وانت اقوى وربنا يعافيكي يا رب. مرض لعين لكن الدعاء بيغير الاقدار. الحمد لله، عايزه بس يخفف الالم، بس هيخفف الالم عنك. بس انا راضيه بنصيبي، بس يخفف الالم. الحاجة فاطمة السرطان تقل عليها، ربنا يعافي أي حد ويقوي اللي بيمر بالمرض الصعب ده. بس خلونا النهاردة هو يوم كويس، ممكن يكون الكفالة الشهرية تساعدها شوية، تخفف ألمها شوية، عشان ما يبقاش الألم ألمين، ألم اللي هي المرض وألم الاحتياج. فأتمنى إن أي حد بيشوفنا يشارك معنا ويشارك مؤسسة فذكر في كفالة الحاجة فاطمة هي وأولادها، وبرضو في نفس الوقت جايبين لأولادك شنط المدارس. يا رب تفوشر المرض من كل الذي سهل على، يا رب تفوشر المرض ما يترمش في الدقة دي أبدا يا رب، ولا حد يضعف أبدا الضعف دي أبدا يا رب. يا رب إن شاء الله من بعد الضعف قوة، الحمد لله، ومن بعد المرض شفاء. الحمد لله، الحمد لله اللي جبه ربنا كل حاجة، الحمد لله، حمدة وشكر ربها. الحمد لله. أتمنى لكلنا ندعي لها بالشفاء عشان حالتها صعبة، مش قادرين نتكلم معاها اكتر من كده، لكن حابين نوري حضراتكم حاله الحاجه فاطمه وصلت فين. اتمنى كل اللي شافنا النهارده وافتكر حالتها وزي ما عرضنا لحضراتكم يشارك، يبعت لمؤسسه فذكر، يكفل بالحاجه فاطمه، يكفل في رحله علاجها، يكفل بولادها، يكفل في دراستهم، يكفل باكلهم. المهم ساعدوا، ساعدوا عشان ربنا يساعد ويشيل عننا الغمه كلنا يا رب. يا رب شيل الغمه كلها يا رب. ويكون النيه صادقه لله وبنيه شفاء المرضى وابعاد المرض عننا. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 او 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. تعليقك في نهايه الفقره يا شيخ. تعليق انا اخد بس من الاستاذ يونس كلمه، وقال يعني السبب صعب، اللي هو معلش احنا تاخرنا شويه في ازمه اقتصاديه الناس يعني بتمر بيها، لكن دي كمان اثرت على الفقراء، اثرت على مؤسسه فذكر ان هي تودي الاعانات والكفالات الشهريه، لكن اللهم لك الحمد الدنيا مستمره بفضل الله بجهود الصالحين والمتصدقين والمخلصين. بس محتاجين وثبه قويه ان احنا نبدا نساعد الحاج، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، اللي احنا نفتح له مشروع بقاله. مشروع بقاله ده تكون صدقه جاريه. واختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث ابي هريره، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها إيه؟ صدقة جارية. بشكرك يا شيخ أحمد، ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، موضوع مهم جدا يخص صحة الأطفال سواء المواليد أو غير المواليد، وهو التشوهات الخلقية، واللي هي طبعا في الأطفال. إيه هي التشوهات دي؟ إزاي نعالجها؟ ده اللي هنعرفه مع رائد جراحات التشوهات الخلقية في مصر والعالم العربي، أستاذ طب وجراحة الأطفال بجامعة الأزهر وعضو الجمعية المصرية للأطفال. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد الشامي، منورنا. أهلا وسهلا أستاذة دعاء دانوريك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. الموضوع ده مهم، وفي عائلات كتير بيعانوا من المشكلة دي مع أولادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. التشوهات الخلقية في الأطفال حضرتك ساعات بيبقى الحل الوحيد
تخيلي ان احنا بنقول الاب والام اتطلقوا للدرجه دي. واصله كل الاولاد اللي هتيجي للاسف هيبقى عندهم التشوه الخلقي ده اللي يتعارض مع الحياه. يعني بتيجي الام تتصل بيا تقول انا وجوزي قرايب اولاد عم مباشره، اولاد خاله مباشره، والطفل الاولاني مات ثالث يوم، والرابع طفل ثاني يوم، والاربع حالات ولادة الأولاد توفاهم الله بعد الولادة بثلاث أربع أيام ولنفس السبب. فهتيجي تقولي إيه؟ سبحان الله، لا حاجة جينية وراثية، يبقى ما فيش حل غير إن إحنا لا هنوقف موضوع الخلفة ده، فبتضطر إن أنت ممكن تنهي علاقة زوجية. فالتشوهات الخلقية لها أبعاد كتيرة جدا. طبعا. ابعاد حضرتك ابعاد اجتماعيه كمان كده مش بس جدا طبيه. حاجه ما انا بقول لحضرتك لها ابعاد غير الطب فقط. تخيل ان الطب حضرتك طفل مولود ب يعني انا عندي حاله لسه مكلماني حاله من السعوديه، الطفل حضرتك مولود بدون فتحه شرج، ما عندوش فتحه شرج، فاول ست ساعات بعد الولاده بنعمل له عمليه تحويل مسار للبراز اسمها كولوستومي. لو بفتح له فتحه براز على جنب يعمل منها حمام. بعد 8 شهور 6 شهور وصلنا 8 كيلو 10 كيلو ببدا اعمل العمليه الكبيره. مش دي القضيه، العمليه الكبيره انه ايه؟ العمليه الاساسيه ان انا بعمل بقى فتحه شرج في مكانها الطبيعي. تمام. بس هنا خلقه ربنا سبحانه وتعالى الجزء الاسفل ده عضله الحوض نفسها مش موجوده، الصمام الخارجي والصمام الداخلي سبحان اللي هو الله. القادر على التحكم مش موجود. فاحنا بنجيب العضله اللي هي العادية خالص كأني واخد عضلة البايسبس مثلا وحطيتها جنب فتحة الشرج، طب هي دي فيها خاصية الانقباض والانبساط والربط مع المخ؟ لا أنا مزنوق دلوقتي ما تعملش حمام عيب، لا ده أنا في وقت معين امسك نفسك، التحكم في النفس اللي هو التحكم ما بتبقاش موجودة. لا مش موجودة. طب البنوتة الأم بتتصل بيها وتقول لي البنت تقدم لها حد وما بتتحكمش في البراز ومش عارف إحنا نوافق ولا ما نوافقش. شوف أبعاد الوضع بتوصل لغاية إيه. فالعمليات بتاعت جراحة الأطفال في عمليات كتيرة حضرتك بتبقى تأثير ذات اجتماعي مادي معنوي نفسي رهيب جدا. لكن يا دكتور الحالة دي بتتحل؟ حلول لا ترضي الأب والأم. حضرتك لا حلول من وجهة نظر الجراح، انا حليت انا عملت بس بحضرتك ايه بعمل تحويل مسار، باخد الزايده ربنا خلق لنا الزايده لها يعني اتضح وثبت علميا ان لها اثار وبنستخدمها في عمليات كبيره من ضمنها عدم التحكم في البراز ده. باخد الزايده بزرعها بطريقه معينه في السره، بوصلها بطريقه معينه بانبوبه، وبوصلها كل يوم بالليل بعمل منها غسيل للشرج عشان الولد يبقى طول النهار ما فيش براز ما فيش سطول في المستقيم فيبقى فاضي. لو بس الام تيجي تقول لك يعني هو ما فيش حل غير ان هو تعمل له القسطره او احوله، اه للاسف هذه في الوقت الحاضر في صمام بس برضه قدره التحكم فيه مش 100%. فحتى الحلول بالنسبه للابحاث العلميه قد تكون مرضيه، لان لما تبقى مشكله حضرتك رهيبه بالمنظر ده واعمل عمليه ونسبه النجاح 40% 30% بالنسبه للطب والجراحين حاجه حلوه جدا، بالنسبه للاب والام والمريض لا للاسف ما بتبقاش مرضيه. بس نخلص الى ان التشوهات الخلقيه في الاطفال في بعض التشوهات للاسف لازم تتشخص بدري جدا، تتعمل العمليات في التوقيت المناسب ليها، تتعمل في أماكن مجهزة لعمل العمليات دي. في الحالة دي من البداية حضرتك أنا بقلل نسبة حدوث المشاكل اللي احنا عمالين نقول عليها دي بنسبة كبيرة جدا. يعني من البداية الطفل اللي اتولد بدون فتحة شرج وتعمل له كولوستومي ده أول حاجة لايف سيفينج، يعني الطفل لو ما عملتلوش فتحة البراز على جنب هيموت في 48 ساعة عشان حياته. خلاص لما أجي أنقل بقى فتحة الشرج أنقل أعمل العملية يبقى أعملها في مكان كويس. حضرتك دكتور جراح أطفال شغال على منطقة الشرج وعضلات التحكم فقط. في بعض أجهزة جهاز اسمه بينا ستيميليتور، ده جهاز بيعرفني العصب فين عشان ما أقطعوش بالمشرط أو بالداء سيرمي وأنا شغال أبعد عنه، وهو ده اللي أستخدمه بطريقة غير مباشرة في تقوية مشكلة التحكم. انما حضرتك انا بشغل في اي مكان باي شكل بروح قاطع ومخيط، انا كده تعاملت على انه
عضلة عادية مش عضلة ذات طبيعة خاصة وفيها صمام وفيها كده. فلازم يبقى التشخيص المبكر، الأماكن اللي يتعمل فيها تكون مجهزة، الجراح الأطفال لازم يكون هايلي كواليفايد إن هو يقدر يعمل العمليات دي. طيب احنا معانا اتصال ابو محمود، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. ازي حضرتك يا استاذه دعاء؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك يا دكتور، يعني هو كنت عايز اسال اكتر من سؤال الحقيقه، لان الموضوع مهم. اولا، هل ممكن مثلا الواحد وهو بيتجوز او كده يعمل فحوصات علشان الاطفال ما يطلعوش كده؟ ثانيا، ابن اختي يعني مولود عنده يعني زي كلكيعة كبيرة كده بين عينين الاثنين، بس فوق يعني من جنب الحاجب كده من ده ومن جنب الحاجب من ده في زي كرة كبيرة كده. فهل دي انت يعني؟ نعم، في الناحيتين. الناحيتين فامتى ممكن يتم التدخل؟ لان كشفوا عند دكتور قال لا ده خطر دلوقتي يخش عمليات وعنده سنة، ودكتور تاني بيقول لا ده لحسن تضغط على عضلة ولا حاجة فسبب مشكلة، فهم خايفين عليه جدا يعني مش عارفين يعملوا ايه. هجاوب حضرتك. حاضر، اتفضل يا دكتور. رقم واحد طبعا، ومش موضوع ان احنا نروح لمكتب او عيادة او دكتور او نروح ندفع العشرين جنيه وناخد الشهادة عشان نروح نكتب الكتب الكتاب. عايزين ده تتفعل بشكل صحي المقبل على الزواج، ولد وبنت، شاب وفتاة، حضرتك يروحوا يفحصوا، وخاصة إذا كانوا من عيلة واحدة أو في صلة قرابة. لازم زي ما احنا كنا لسه بنتكلم ساعات، احنا بنقول يا جماعة اتطلقوا، يا جماعة ما تخلفوش، أي طفل هيجي هيبقى عنده المشكلة دي أو هيموت لا قدر الله فانفصل، يبقى احنا ليه من البداية نحط نفسنا في المواقف دي؟ يبقى لازم فعلا بعض الفحوصات الوراثية، وخاصة إذا كانت في أسرة واحد. طبعا. الكيس اللي موجود في على الجانبين في العينين ده حاجة اسمها external angular dermoid، كيس خلقي زلالي بيبقى موجود الطفل بيتولد بيه. حضرتك بيتعمل العملية على 6 شهور فعلا، لأن إحنا الكيس ده خلقة ربنا سبحانه وتعالى، العظمة بتاع السكال بون، عظمة الرأس، الجمجمة بتبقى طرية في السن الصغير ده، فممكن تضغط عليها لدرجة ان يحصل ساعات، وساعات بيبقى فيه كونكشن. دايما بنطلب اشعة لان بتضغط على العظماية لدرجة انها بتخرم العظماية وتبقى متصلة بالمخ كمان. فاحنا لازم نعمل بعض الاشعات عشان نتأكد انها فوق العظماية، ما فيش ثقب او ما فيش وصلة او ما فيش اتصال بينها وبين المخ، وبتتعمل على 4 شهور وخمس شهور وست شهور، فيش خطورة تماما بالبنج، ودي من العمليات البسيطة بس نتأكد انها ما فيش اتصال بينها وبين المخ. احنا في نهاية الحلقة عايزين قبل ما نشكر حضرتك نشوف صور الصفحات التواصل مع دكتور احمد الشامي على السوشيال ميديا. اهي الصفحات نازله قدامنا، ده ايه للعناوين والعيادات والارقام، مصر الجديده وفي الدقي 18 شارع الثوره ايجي كلينيك، ومصر الجديده العناوين بتاعتنا وارقام التليفونات. تمام. انا بشكر حضرتك يا دكتور في نهايه الحلقه، شكرا لحضرتك، وبشكركم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.